الفيديو ده هنتكلم بسرعة كده عن الـ Apex Connection. ايه هي؟ برضو في التمرين الرابع في المطلوب التاني اللي هو الـ Apex Connection. الـ Apex Connection دي اللي هي في الفريم، لو انا عندي فريم كده هي الـ Connection اللي هنا دي. ايه فرقها عن الـ Connection اللي هنا اللي احنا صممناها؟ مفيش اي فرق كقوانين. انت عندك مومنت وعندك الشير، هي نفس الحسابات بالظبط. الفرق ان الكونكشن دي معكوسه، يعني لما باجي ارسمها هرسمها كده. والمسامير الزياده اللي انا كنت بقولك حطها من فوق هتحطها ايه من تحت. هنحط 4 كده في اتجاه هنا، المومنت هيبقى عامل كده عكس التانية، فالمومنت بيبقى من تحت. فدول المسامير اللي هتشيل التنشن، دول التنشن بولتس. فكحسابات انت عندك نفس الحاجات، بس كرسمة هيبقى ايه بالعكس. ولو رجعنا رسمنا كده الفيو التانية هيبقى بالمنظر ده. وبرضه هتحسب لو احتجت مسمار زيادة هتقوم ايه مزوده هنا. يبقى ده كده الايه الشكل بتاعها. مفيش اي فرق خالص في الحسابات، هتقعد تعوض في القوانين هي كل الحسابات، بس هتبقى بالعكس. يعني لما تيجي هتقول واي 1 هيبقى واي 1 من هنا لغاية المسمار ده كده واي 1، واي 2 هتبقى من هنا لغاية صف المسامير ده، ادي واي 2. هتفترض ان مسافة اكس هي المسافة دي، يعني كل حاجة هتبقى بالمشقلب. بس كحسابات مش هتفرق معاك أي حاجة خالص الكورنر مع ده، لأن هي نفس المعطيات.